تحية طيبة مشاهدين الكرام لكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم. نبدأه من أبرز الأخبار في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم. السعودية تدين وبشدة تفجير العاصمة الأفغانية. حرس الحدود يختتم البرنامج السنوي لمهارات الرماية والتعايش بجدة. كتلة هوائية باردة ورياح مثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة. مشاهدينا، ما هي أبرز الملفات التي سوف نناقشها بإذن الله في حلقة اليوم؟ سنستعرض تغطية تلفزيون الآن لحفل تكريم الملحقية الثقافية للطلبة السعوديين المبدعين، ومنتدى إحسان إنسان يدشن مبادرة دمج الصم وضعاف السمع في المجتمع، ومركز الملك سلمان يقدم المساعدات الإنسانية والإغاثية في عدن. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. دعا وكيل وزارة التعليم لشؤون الابتعاث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، دعا الطلاب والطالبات السعوديين من الخريجين والخريجات عبر جامعات الإمارات الذين تشرف عليهم الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، دعاهم للمسارعة إلى التسجيل عبر منصة الخريجين التي تتيح لهم فرصة البحث عن عمل، مؤكدا في الوقت ذاته سعي وكالة الوزارة للبعثات بتطوير الابتعاث، مشيدا باستثمار العلاقة بين السعودية والإمارات على كافة الجوانب، ولعل منها تواجد عدد كبير من الأبناء الطلاب والطالبات الذين يدرسون بعدد من الجامعات الإماراتية. مشاهدينا، والتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة وعبر الهاتف من دبي الدكتور مساعد أحمد الجراح، الملحق الثقافي للمملكة العربية السعودية في دبي. هلا ومسهلا دكتور، الله يحييك في برنامج الوطن اليوم. بداية، ما شهدناه يوم الجمعة من تكريم الطلاب الناجحين وأصحاب الابتكارات، أكيد هو شيء مشرف ويساهم أكيد في الاستثمار في رأس المال البشري. حدثنا عن هذه الجزئية يا دكتور. مساء الخير، شكرا لك يا أستاذ شيرين على اهتمامك. الحقيقة الملتقى الإبداعي الذي أقامته الملحقية الثقافية يوم الجمعة الماضية كان برعاية شركة سابك. طبعا كان مجالات المشاركة هي الابتكارات العلمية، اختراعات وابتكارات، والابتكارات الفنية للطلاب والطالبات، تشمل تصميمات مختلفة ورسوم وفنون تشكيلية، أيضا التصوير الفوتوغرافي الاحترافي، أيضا أفلام الوثائقية القصيرة. حرصنا الحقيقة في هذا الملتقى على تشجيع الطلاب والطالبات المبدعين الذين يدرسون في جامعات إماراتية، ولدى بعضهم براءات اختراع من مراكز بحثية في الإماراتية أو من جامعاتهم. الحقيقة هذا الملتقى هو تشجيع لأبنائنا وبناتنا الطلاب. طبعا هدفنا الحقيقة في هذا الملتقى لإبراز مواهب وابداعات الطلبة السعوديين واكتشاف المواهب والطاقات الإبداعية وتعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم وبث روح المنافسة فيما بينهم. أيضا على سياق هذا الملتقى تكريم الطلبة المتميزين أو المتفوقين دراسيا أو أكاديميا في الجامعات الإماراتية. لدينا مجموعة من الطالبات ولله الحمد المتفوقين أكاديميا، تم تسليمهم دروع وشهادات. أيضا كانت مسيرة للخريجات والخريجين الذين تخرجوا الفصل الماضي من الجامعات الإماراتية. حضور سعادة وكيل وزارة التعليم الدكتور جاسر الحربش، الوكيل وزارة شؤون البعثات والمشرف العام على الملحقية الثقافية، كان داعم كبير الحقيقة لهؤلاء الطلاب. احنا شاهدنا ابتكارات جميلة جدا، شاهدنا صناعات، شاهدنا أجهزة طبية، شاهدنا أجهزة كهربائية لطلاب وطالبات الهندسة. شيء يرفع الرأس ويشرف الحقيقة أبناء وبنات الوطن. أمنياتنا له بالتوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله، والملحقية ستكون متابعة لهم في مسيرتهم الأكاديمية والتعليمية. نعم فعلا يعني دكتور، هذه جهود أنتم تشكرون عليها، ولعلي كنت سعيدة بالتواجد في هذا الحفل الذي جمع أكيد ما بينكم وما بين أيضا الطلاب المتميزين. وأكثر ما لفت نظري أيضا تكريمكم لذوي القدرات الخاصة، حدثنا عن هذه الجزئية المهمة دكتور.
فعلا كان طبعا يوجد 320 طالب سعودي وطالبه سعوديين من ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه. بعضهم يقيم اقامه دائمه في مراكز في الامارات، وبعضهم للتعلم يعني ياخذ جلسات خاصه طلاب التوحد. حرصنا على مشاركه بعض الطلاب، كان في مجموعه من طلبه ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه، بعضهم يعني في الرسم التشكيلي والاخر في الإبداعات الصناعية البسيطة جدا. طبعا ما في شك أن هذا داعم لأبنائنا ذوي الهمم. نحن نحرص على مشاركتهم حقيقة في مراكزهم. نحن نقيم مراكز، نحن نقيم احتفالات دائمة في المراكز أنفسها، لكن هذه المرة أشركناهم في هذه المناسبة. طبعا تشرفت الملحقية حقيقة وتشرفنا بحضورك أنت أستاذة شيرين لهذا الاحتفال والتغطية. شكرا لك، أنت داعمة لأبنائنا وبناتنا الطلبة بحضورك أيضا وبهذا التقرير الجميل. مشكور دكتور، أكيد الشرف لي أن أكون يعني جزء منكم، وبالعكس هذا واجب يعني قبل أن يكون تغطية أو قبل أن يكون عملي يعني في التلفزيون. يعني بالنهاية أنا منكم وفيكم، وكل النجاحات وكل ما تقومون به طبعا أكيد يعني يرفع اسم المملكة عاليا، وخاصة عندما نتحدث عن دعم وتشجيع ومساندة الطلبة وهم جيل المستقبل. كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم الدكتور مساعد أحمد الجراح الملحق الثقافي المملكة العربية السعودية في دبي. أشكرك كل الشكر. ينطلق الثلاثاء الموافق 30 من يناير من عام 2018 منتدى إحسان إنسان لتدشين مشروع وفريق إحسان إنسان، والذي يعتبر المبادرة السعودية الأولى من نوعها لدمج الصم وضعاف السمع في المجتمع. ويهدف المنتدى لتعزيز الجهود لخدمة فئة مهمة في مجتمعنا، حيث يفوقون المليون الصم وضعيف سمع في المملكة و400 مليون على مستوى العالم. تأتي هذه المبادرة لحل مشكلة تواصلهم مع المجتمع واندماجهم من خلال تطبيق إلكتروني، يعتبر المشروع الوطني التقني الأول والوحيد من نوعه على مستوى العالم. لينطلق هذا الاختراع من العاصمة الرياض. مشاهدينا الكرام، والتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة وعبر الهاتف رئيس فريق إحسان إنسان الأستاذ يعقوب بن سعد سير. هلا ومسهلا أستاذ يعقوب، الله يحييك في برنامج الوطن اليوم. بداية حدثنا عن هذه المبادرة التي يعني سيكون لها بإذن الله، نتمنى أن يكون لها صدى واسع في تحقيق وتلبية احتياجات إخواننا من ضعاف السمع والبصر. اهلا فيك اختي، واحب امسي عليك ومسي على الاخوه والاخوات المشاهدين. ثانيا احب اتكلم عن المبادره هذه، المبادره الاولى من نوعها على مستوى العالم، اللهم لك الحمد بعد توفيق الله. هي عباره عن تقنيه لدمج الصم وضعاف السمع بطريقه حديثه وبطريقه الكترونيه، لاعطائهم الفرصه كامله لتكون هناك الفرص متساوية بينه وبين الناس السامعين. نعم، طب احكي لنا آلية الدمج هذه كيف سوف تتحقق، خاصة عندما نتكلم عن من تقومون اليوم على يعني دعمهم هم من ضعاف السمع وأيضا يعني الصم. والله حرصنا في البداية أن يكون تدريجي، الدمج هذا يكون تدريجي. فكانت الفكرة من البداية أنه ما هي الطريقة أو الآلية لحل مشكلة اللغة. نعم. مثل ما احنا نعرف لغة الصم، أخواننا الصم وأخواننا وأخواتنا الصم وضعاف السمع، اللغة الوحيدة لهم هي لغة الإشارة. صحيح. فعملنا البحث والدراسات، اكتشفنا أنه إلا قليلة جدا من يوجد لغة الإشارة. جميل. فإذا ما توصلنا أن اللغة هذه هي لغة الأم بالنسبة للأصم وهي الوسيلة الوحيدة للتواصل مع المجتمع، فتوفقنا ولله الحمد بهذه التقنية والتي هي ترجمة الكلام المنطوق أو الكلام المكتوب إلى لغة إشارة، وهذه الترجمة ترجمة فورية. جميل جميل.
فعملنا على هذا التدريج احنا نصل للاصم ان نقطع الذريعه هذه ذريعه عدم التواصل، انه بهذا التطبيق يتيح للاصم انه يعني انه يندمج مع المجتمع، يندمج مع ذويه بدون وسيط اللي هو مترجم لغه الاشاره. نعم. لما نصل للنقطه هذه فاحنا بنزيد من ثقافته واحتكاكه ومعرفته. هذا الخطوه الاولى في مشروع احسان انسان. تليها مشاريع اخرى دمجهم في التوظيف، تسهيل عمليه التوظيف، اطلاق حيطلق منصه برضو قريبا جدا، اطلاق منصه توظيف للصم وضعاف السمع لادخالهم في سوق العمل واكتساب ثقافات اخرى، اعتمادهم على الذات، تطوير الذات، تطوير مهاراتهم. يليها بعدها حندخل على التعليم، كيف ندمجهم بطريقة جدا ممتازة يكون الأصم بجانب الطالب الأصم بجانب الطالب السامع في فصل واحد، بحيث أنه ما يكون مدرس مختص إنما المدرس العام. فبنبدأها تدريجيا من عدة مشاريع لحد ما نصل أنه يندمج 100% اندماج فعلي مع المجتمع. ممتاز جدا، يعني صراحة يعني مبادرة تشكرون عليها، وفعلا يعني مهمة خاصة، يعني هي الأولى في العالم من نوعها. أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم، وهي أكيد دعوة مني أستاذ يعقوب حتى يعني نقوم بتغطية ما تقومون به من جهود وتسليط الضوء عليها. أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم. إذن رئيس فريق إحسان إنسان يعقوب بن سعد الزير، أشكرك كل الشكر. مشاهدينا، وصلنا وإياكم لفقرة تويتر، حيث ناقش مغردون سعوديون ظاهرة التنمر في المدارس والتي تعني تعرض التلميذ للإيذاء الجسدي أو النفسي من خلال الضرب، الركل، شد الشعر وتخريب الممتلكات الخاصة بالشخص، التقليد السلبي، التجريح، الشتائم، الشائعات، التهديد، العزل لمجرد الاستهزاء من الشخص وتقليل من شأنه. برنامج الوطن اليوم رصد أبرز تجارب المغردين حول ظاهرة التنمر في عدة تغريدات، خلونا نستعرض البعض منها. بداية تغريدة لديلا غردت قائلة: تعرضت للتنمر المدرسي وهذا الشيء غير أنه أثر على نفسيتي، أثر على مستقبلي، صرت أكره شيء اسمه مدرسة وأغيب ونزل مستواي، ويوم تخرجت من الثانوية ما لقيت قبول، وهذا كله بسبب كلمات وتصرفات أشخاص احتمال ما يتذكروني أصلا. ثمنوا كلماتكم وتصرفاتكم، ترى ممكن تدمير حياة. صح لسانك، يعطيك العافية. وللأسف هذا اللي نشوفه، يعني في بعض الأحيان نشوف مثلا عيالنا ما يبغون المدرسة، ما يبغون حتى أنهم يروحون للمدرسة، وفعلا ينزل مستواهم. بس مفروض هنا يعني أنا أشوف دور المدرس والمشرف التربوي أنه يتواصل مع العائلة ويقول وين ولدكم، ويكون في حوار مع البنت ولا الولد أن أسباب كرهها للمدرسة، وبالنهاية الوصول للأشخاص اللي قاعدين هم يتنمرون على عيالنا، وبالتالي يعني معاقبتهم، لأن الأشخاص اللي زي كذا أنا أعتبرهم مجرمين حتى لو كانوا أطفال. أيضا أسماء غردت قائلة: أختي طبقت بمدرسة ابتدائي طالبة بثاني، يتنمرون عليها البنات طول الترم، تجلس لحالها ولا حد يجلس معاها، جت أختي خلتها تمسك فقرة الألعاب بحصتها، صح، والبنات اللي يتنمرون عليها خلتهم معها حتى تغيرت معاملتهم لها وصاروا البنات يحبونها. هذا شيء جيد، بس إحنا بنشوف هنا يعني في المواقف اللي زي كذا يعني وجود المشرفة التربوية، أنا ما يكون بس مجرد مشرفة تربوية جالسة والله بمكتبها، لا، لازم يكون في لها تدخل. خلنا أيضا نشوف البيرو غرد قائلا: وقف التنمر بالمدارس الحل الأمثل للموضوع بكل اختصار، توظيف أخصائيات نفسيات، صح، بالمدارس مو واحدة، كل مدرسة لازم يكون فيها ثنتين على الأقل، وزيادة حصة في أحد أيام الأسبوع تكون خاصة بتطوير الذات لطلاب المدرسة. للطلاب المدرسة مكان لبناء الشخصية وحب التعلم، لا للهدم وتدمير الشخصية. صح لسانك، يعطيك العافية. أيضا أسماء غردت قائلة: التنمر اللي تعرضت له بالابتدائي أثر علي بشكل ملحوظ، خلاني إنسانة انطوائية يا لطيف بشكل فظيع، ما أحب الجمعات نهائيا، والجرأة صارت عندي صفر، والخوف عندي فظيع، إيجابيته أني صرت أخاف على نفسية اللي قدامي، استحالة أسب أحد قدامه وأنتقد شيء إلا بأدب والتعذر على كل شيء.
يا حبيبتي يا حبيبتي، يعني احنا نقول دائما ان دائما انت مبدعه وانت جيده باخلاقك، وشيء ممكن حصل معانا في الماضي مو بلازم انه ياثر ابدا على المستقبل. الله يقويك وحاولي انك تقوين نفسك. وانا مره حبيت فكره انك انت اصبحتي انسانه يعني حساسه وتهتمي ايضا باحساس الاخرين بعد ما تعرضتي لهم من تنمر. ايضا اوقفوا التنمر بالمدرسه نفس الهاشتاج عليه. غردت ايما قائله: بالثانوي جتنا معلمه جديده طلبت دفتر معين لمادتها، وفي بنت نسيت وكتبت بدفتر ماده ثانيه وهي كشفتها هزأتها والبنت منزله راسها، ومن ضمن الكلام: يا فقيره ما تقدرين تجيبين دفتر. قامت واحده من البنات ما تحملت وتهاوشت معها، والمعلمه نقطه وتصيح ما توقعت واحده تتصدى لها. ما أدري شو أقول. أما الدكتورة مرام العتيبي غردت قائلة: التنمر ليس من الطلاب فقط، لما كنت في الابتدائي كان في معلمات يحبون الطالبات الجميلات اللي يحسون أن أهلهم أغنياء، والعكس كانوا يستحقرون كم طالبة عشان شكلها أو وضعها المادي، ناهيك عن المعاملة السيئة التي تستثني إذا كانت طالبة بنت معلمة يعاملونها أرقى معاملة. هذا موجود، هذا موجود، ما حد يقدر ينكره. دائما يعني إحنا نحسد نتمنى أن تكون أمنا ولا أبونا معلم ولا معلمة، يعني عشان على الأقل أنهم يتوصون فينا. والمشكلة الأكثر لما مثلا حد يتصل على الوالد ولا على الأم، يعني وأنا صراحة تعرضت لها، يعني مثلا ما يكون مسوية شيء يتصلون مثلا على الوالد يقول لا ربوها ما عندكم مشكلة بنتي عندكم. عموما فاصل قصير ونواصل برنامج الوطن. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم. اخترنا لكم الآن هذه التغريدات وفق اتفاقية التعاون مع حساب موجز الأخبار السعودي الإخباري وفيها: وزير المالية خلال مشاركته بمنتدى دافوس يقول: نسعى لضمان استدامة نمو الاقتصاد الوطني. محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة زيارة ولي العهد للتحلية تشجع أبناء الوطن على الإنجاز والتميز. الهيئة العامة للاستثمار تقلص مدة إصدارها التراخيص الاستثمارية من 2 إلى 3 ساعات. وزارة التجارة والاستثمار ألغت التدقيق على عقود تأسيس الشركات. حياكم الله. أكد وكيل وزارة البيئة والتنمية والزراعة للثروة الحيوانية عدم توقف الإجراءات الاحترازية لمواجهة مرض إنفلونزا الطيور بعد تفشيه أخيرا في المملكة، حتى الوصول إلى درجة اطمئنان عالية في جميع المناطق، واصفا الوضع الحالي بالمطمئن. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الوزارة عدم تسجيل أي إصابات بإنفلونزا الطيور خلال 48 ساعة الماضية، وذلك بعد أن شهدت الفترة الماضية تسجيل حالات بشكل يومي في مختلف مناطق المملكة. ووصف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان الأوضاع الحالية في المملكة بالمطمئنة، محذرا من إمكان تسجيل إصابات في المناطق الريفية. مشاهدينا، والتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف ومن الرياض الدكتور إبراهيم أحمد قاسم، مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية. هلا ومسهلا دكتور. يعني فعلا هناك تأكيدات بعدم وجود أي حالات لإنفلونزا الطيور، حدثنا عن هذه الجزئية وماذا فعلتم حتى تصلون لهذا المستوى من السيطرة على إنفلونزا الطيور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم، الله يحفظكم على تغطيتكم هذا الموضوع. فعلا الوزارة من لحظة حصول الاندلاعات الوبائية لمرض إنفلونزا الطيور خلال الشهر الماضي تابعت عملية التخلص المباشر من الحالات الإيجابية والمخالطة والمنطقة المحيطة في منطقة الإصابة، وهذه إجراءات تعتبر دولية لسرعة التخلص من المرض وعدم تسجيل إصابات جديدة. نحن بفضل الله أكملنا 48 ساعة لم نسجل حالات إيجابية في منطقة في جميع مناطق المملكة. طبعا الإجراءات اللي احنا نعمل عليها خلال الأسبوع الماضي هو عملية الاستقصاء في جميع مناطق المملكة عن حالات عن المرض
يكون ذلك من خلال تجمعات الطيور والأسواق، وبالإضافة طبعا الأساس اللي هي مشاريع الدواجن. إلى الآن الحمد لله الأمور تمضي وفق خطط الطوارئ المعمول فيها للسيطرة عن هذا المرض. نعم، طب دكتور لا سمح الله في حال الاشتباه بأي حالة مرضية ماذا يجب أن يفعل يعني الجمهور أو المواطن؟ طبعا إذا كنا نتكلم عن حالة مرضية وهي يعني أعراض معروفة للأمراض في الدواجن أو الطيور بصفة عامة، هي أعراض عصبية وأعراض تنفسية، يتطلب من مالك هذه الطيور التواصل مع الغرفة المركزية اللي هي الغرفة المركزية خاصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، اللي هو الرقم المعروف 800-247-4-0، بحيث أنه تباشر البلاغات وإرسال فرق الطوارئ لفحص هذه الطيور وأخذ عينات. طبعا إذا ظهرت نتائج إيجابية في الإجراءات اللي إحنا نتخذها، يمكن يعني ذكرت جزء منها في الأول اللي هي جزء سرعة التخلص من الطيور الموجودة في هذه المزرعة أو في هذه الحظيرة أو أيًا كان، أو حتى لو كان في سوق، يتم التخلص منها بالطريقة السليمة والطريقة الصحية، والتخلص من جميع ما في دائرتها في مسافة تقريبًا 5 كيلو. نعم، طب هل هناك أرقام معينة يعني في حالات الاشتباه يجب أن يعني يستطيع المواطن أن يعني يتواصل معكم؟ نعم، الرقم المجاني اللي هو رقم الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ 800-800-247-4-0، تعمل 24 ساعة هذه الغرفة المركزية للطوارئ. نعم، أنا أكيد أشكرك كل الشكر لوجودك معي اليوم في برنامج الوطن اليوم. إذن عبر الهاتف ومن الرياض دكتور إبراهيم أحمد قاسم، مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية، شكرا جزيلا لك. مركز الملك سلمان يقدم المساعدات الإنسانية والإغاثية والتي استهدفت النازحين، حيث شملت الغذاء والدواء ومستلزمات أخرى للعيش. أم أحمد نزحت من مدينة تعز مع أبنائها الأربعة، وما تبقى لها من حرب لم يتبقى شيء مما كانت تملك، وعلى أمل العيش في مدينة دون سماع أزيز الرصاص ومعاناة الجوع المميت، حطت رحالها في مدينة عدن متمسكة ببصيص أمل لمعاناتها. لم تمكث طويلا حتى شملها غيث مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الخيرية من خلال المعونات التي يقدمها للمدينة بشكل مستمر من الغذاء والدواء والاحتياجات الضرورية. نتابع. أم أحمد نزحت من مدينة تعز مع أبنائها الأربعة، وما تبقى لها من حرب لا تبقي شيئا ولا تذر، وعلى أمل العيش في مدينة دون سماع أزيز الرصاص ومعاناة الجوع المميت، حطت رحالها في مدينة عدن متمسكة ببصيص أمل قد يلتفت لمعاناتها. لم تمكث طويلا حتى شملها غيث مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الخيرية من خلال المعونات التي يقدمها للمدينة بشكل مستمر من الغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الضرورية. يعني في المدينة حقنا رهبة بك، يعني خوف، ضرب، تشريد، قاتل، من قبل الحوت، يعني تشريد قاتل، ما عادش نقدر نخرج للجهال ولا احنا للسوق لا المدارس لا، يعني خلاص بقينا خايفين، ضرب، موت، الواحد يخرج بنا انت من عنده يجيبوا له ياكده، يعني خلاص تقيت رقم انه شقفة او ما ترقش منه الحاجة نهائيا، يجيبوا لك حين راسه، يجيبوا لك رجوله، يجيبوا لك اي حاجة منه، حين ما يجيبوا لكش منه اي حاجة، يستخدموا الأطفال يشلوهم معاهم، يجندوا من حتى يكون عادوا عمر 9 سنة 10 سنة يشلوه بالغصب، يجندوه معاهم، نقل يحارب معاهم، ترضي ولا مش ترضي، شلوه. لم يقتصر دور مركز الملك سلمان على المساعدات الطبية والغذائية فحسب، وإنما تعددت وتنوعت لمجالات أخرى، من ضمنها الالتفات لأطفال تم تجنيدهم مسبقا من قبل الميليشيا الإنقلابية، حيث قام المركز بإعادة تأهيلهم ببرامج ودورات من شأنها مساعدة الأطفال
لعيش طفولتهم في هذه المرحلة وبث روح الأمل والتفاؤل والبناء في أوسطهم. تأهيل الأطفال المجندين، المركز حاليا ينفذ في المرحلة الأولى تأهيل عدد 2000 طفل تم تجنيدهم من قبل الإنقلابيين الحوثيين، ويتم تأهيلهم كي يعودوا إلى حياتهم الطفولية والبريئة. الانتهاكات الحوثية المستمرة بنهب المساعدات الإغاثية للشعب اليمني لم تقف حجر عثرة أمام المركز في تقديم المعونات، فسعى من خلال وسائل وطرق عدة لإيصال المواد الإغاثية لمستحقيها، ليس فقط لمن هم في المناطق المحررة، وإنما شملت السكان الذين يعيشون في مناطق سيطرة الميليشيا ومن يعيشون وضعا إنسانيا صعبا بمختلف المناطق بسبب ممارسات وانتهاكات الإنقلابيين. شكل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الخيرية نافذة الأمل التي جلبت التفاؤل والسعادة للشعب اليمني من خلال المعونات الإغاثية التي يقدمها بشكل مستمر، كما ساهم في التخفيف من معاناة حرب تسببت بها الميليشيا الإنقلابية. لأخبار الآن، مازن الشعبي، عدن. مشاهدينا، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم. انتظروني غدا في حلقة جديدة من برنامج الوطن في مواضيع سعودية تهم الجميع. أكيد دائما التواصل معنا على هاشتاغ الوطن اليوم. مشاهدينا، عقب 10 دقائق أنا بكون معكم، أو 5 دقائق بكون معكم في فقرة تفاعلية من تلفزيون الآن. تابعوني على الفيسبوك، حنناقش أكيد موضوع التنمر في المدارس. مع السلامة.